طلع الولد قعد على الطين قدام الجذع، رفع أصبعه وصار يحكي: هس اسكت يا كلب، ما تطلع صوت، بدنا نشوف شو في وراء الجذع. الكلب بسبح في المي من غير ما يعوي. الجذع فاضي محفور قدامه طين، الولد قاعد على رجليه. الولد قام وقف على راس أصابيعه عشان يشوف شو في وراء الجذع. بوز الجزمة مغروز بالطين. الكلب نط فوق الجذع عشان يشوف شو في وراء الجذع.